وفي إطار العمليات المتواصلة لنقل الصلاحيات للولايتين الجديدتين ولاية تميمون وولاية برج باجي مختار، أشرف والي ولاية أدرار السيد العربي بهلول صبيحة اليوم وبعد تنصيب اللجنة المشتركة ونقل الخصوم والأصول إلى الجماعات المحلية وإعداد الميزانية والمصادقة عليها بتدعيم حاضرة السيارات لكلتا الولايتين بأربع سيارات بروتوكولية للواليين، وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي للولايتين الجديدتين، وحفلا لنقل الهيئة التنفيذية والموكب الرسمي، كما رصدت مبالغ مالية لتهيئة مقرات الولايتين. المزيد في التغطية للمراسل مجني الأخضر. نقل الصلاحيات إلى الولايات الجديدة، كما يعلم الجميع بعد إنشاء اللجنة المختلطة تم تحويل الخصوم والأصول، وكذلك تم إعداد الميزانيات، تم مصادقة على ميزانية ولاية أدرار يعني هنا في المجلس الشعبي الولائي، والميزانيتين يعني ميزانية ولاية تميمون وولاية أدرار سيصادق عليها في المجالس بعد ترتيب المجالس الشعبية الولائية. فيما يخص التدعيم لحظيرة السيارات، كنا دعمنا ولاية تميمون ب 15 سيارة وولاية برج باجي مختار ب 15 سيارة، هذه كدفعة أولى. اليوم راكم تشوفوا الدفعة الثانية فيها سيارة بروتوكول، يعني زدنا دعمناهم بأربع سيارات، أربع سيارات فيها سيارتين بروتوكوليتين للسادة الولات وسيارتين بروتوكوليتين للسادة رؤساء المجالس الشعبية الولائية، سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تميمون والسيد رئيس المجلس الشعبي لولاية أدرار، وفيها كذلك حافلة لتنقل الهيئة التنفيذية أو المواكب الرسمية وسيارات يعني سيارات من نوع تويوتا. بالنسبة لأشغال الترميم، المجلس الشعبي الولائي على مستوى ولاية تميمون والمجلس الشعبي على مستوى ولاية برج باجي مختار متكلف به الزملاء، يعني السيد والي ولاية تميمون والسيد ولي ولاية البرج، ونحن كولاية أم تم رصد لعملية نقل الصلاحيات يعني مبلغ 90 مليار سنتيم للتكفل بتهيئة المقرات، تهيئة المقرات وكذلك اقتناء التجهيزات. أولا ليعلم الجميع ولاية تميمون تم رصد ميزانية رخصة برنامج تقدر ب 28 مليار لترميم حوالي 24 مقر يعني بين تهيئة وتجهيز، وكنا قمنا بتنصيب 19 مقاولة للإسراع في الأشغال على أن تنتهي قبل 31 ديسمبر. أما فيما يخص ولاية برج باجي مختار فقمنا بتنصيب 11 مقاولة، وولاية برج باجي مختار يعني تم رصد رخصة برنامج مقدرة بحوالي 46 مليار سنتيم، لأن في ولاية برج باجي مختار كان عملية اقتناء سكنات جاهزة مقدرة ب 70 سكن جاهز، في 40 سكن جاهز و30 يعني ستهيئ لإدارات عمومية. الأمر اللي حبيت يعني نوصله للأسرة الإعلامية هي الإرادة السياسية يعني القوية.